يا مساء الفل عليكم وعلى اشطر بنات في الدنيا. وحشتوني قوي من الاسبوع اللي فات، والنهارده بقى حلقه جديده من هي وشطارتها. بس الاول لازم اسلم على دودو حبيبتي. ايه الحلاوه دي؟ انت ايه القمر؟ قمر والله بجد. خباك كل حلقه هنفضل كده، كل حلقه احلى من اللي قبلها. انا بقى النهارده كنت كده جايه اقول مسج قد كده للبنات تتفرج عليا. يلا بينا. عايزه اقول لك ان في اي مكان انت فيه حاولي تكوني شخصيه ما تتنسيش، شخصية مختلفة. لما تكوني في مكان او في شغل ابذلي اقصى مجهود عندك، اتعلمي، ساعدي غيرك، ما تبخليش على غيرك باي معلومة. لما تكوني في علاقة ابذلي فيها كل المجهود اللي انت شايفة ان انت فعلا هتقدري تعمليه، عشان وقت ما تمشي سواء من المكان او العلاقة تبقي فعلا عملتي كل حاجة انت ممكن تعمليها، تبقي فعلا حاسة ان انا خلاص انا عملت كل اللي عليا، وانا راضيه جدا عن نفسي وراضيه قوي على كل حاجه انا عملتها. ناس كتير جدا بتندم في الاخر، بتندم لما بتمشي من مكان او من علاقه عشان بتحس ان هو يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت قلت له كذا، يا ريتني كنت سامحته، يا ريتني كنت بذلت مجهود اكتر في الشغل ده، كان زماني ما مشيتش من الشغل. في اي مكان ابذلي مجهود، هاتي اخرك سواء في العلاقه او في المكان، خليكي شخصية ما تتنسيش. خلي اللي يسيبك يندم انه سابك، خليه يفتكر قد ايه كنت جدعة وكنت حلوة وكنت بتسامحي وكنت قد ايه واقفة جنبه وخليتي منه شخص احسن. خلي الناس معاكي في الشغل يفتكروا قد ايه كنت جدعة وبتساعديهم، قد ايه كنت بتطوري من نفسك وبتضيفي ليهم وبتضيفي كمان لنفسك. مسج كده ايه صغنونة، خليكي واحدة ما تتنسيش. طحفة. تمام كده؟ احنا بقى النهارده عايزين نتكلم. احنا دايما طبعا بنلعب لعبتنا زي العاده، بس المره دي هنعمل حاجه مختلفه شويه. هنعمل ايه بقى يا دودو؟ النهارده بقى بدل ما نلعب اللعبه ونطلع سؤال او اغنيه، هنطلع برودكت نتكلم عنه ونشرحه للبنات. من حوالي اسبوع كده كنت بدور على برودكت مصريه تبقى بكواليتي عاليه، وتبقى البرودكت بتاعتها كلها مواد طبيعيه ما تبقاش كيميكال او كده. فاكتشفت شركة بصدفة وانا بسكرول على انستجرام اسمها شركة جلوباي، ودي طلعت شركة مصرية اصحابها مجموعة من الصيادلة. طب الشركة دي ايه؟ منتجاتها ايه؟ او بتعمل ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. بس خلونا الاول كده يعني نشوف عيني هتيجي على ايه في الورقة، واللي عيني هتيجي عليه هو ده اللي هنتكلم عليه. موافقة؟ موافقة. يلا بينا. تلاقي ايه؟ كولاجين. اوكي. ده ممكن امسكه؟ جربي. ده كريم الكولاجين. بيعمل ايه بقى ده يا دينا الكريم ده؟ بصي، الكولاجين بيبقى مهم قوي للبنات من بعد سن ال 18 سنه، عشان مع الاجهاد او مع الشمس او الحاجات دي كلها دايما وشنا بيطلع فيه خطوط رفيعه. اوكي. لو ما اديتيش الوش نسبه الكولاجين اللي هو المفروض ياخدها، وشك عارفه يقول لك دي وشها عجز بدري، ده وشها عمل خطوط عينيه صغيره قوي. ده بيبقى بسبب قله ان احنا ما بنديش البشره الحاجات اللي هي محتاجاها. ده لازم نلتزم على ده من واحنا صغيرين عشان وشنا ما يعجزش بدري. لازم نخش بقى للبرودكت اللي بعده كده عشان ايه الوقت. تاني حاجه ايه؟ ممكن اختار؟ اختار. ممكن اختار. اختاري ده. ده بتاع الضوافر. اوكي. انا شخصيا محتاجه الموضوع ده جدا. انتي عارفه ده، انتي اشطر في ده. بصوا، احنا كبنات دايما واي بنات زي بتحط بقى ضوافر صناعيه، بتحط جل، بتحط الحاجات دي، الحاجات اللي بتبوظ ضوافرنا. بس للاسف احنا بنعملها. المنتج ده من جلو باي بيخليكي تحافظي على ضوافرك وبيخليها في اسبوع واحد بالظبط. يعني التحدي عندهم ده رهان، تحدي ان هو اسبوع واحد بالبرودكت المنتج ده بيخلي ضوافرك ترجع تاني صحيه زي الاول، لان هو فيه زيت الجوجوبا وفيتامين اي وكل المنتجات كده مع بعض، بيخلي ان انت بيرطب ضوافرك، بيحميها من الجفاف، وكمان بيخليها تكون مرنه اكتر ما تتكسرش. لو انت بتستعملي دايما منتجات زي بقى المانيكير، الالوان بتاعت الضوافر، زي التركيبات، الحاجات اللي احنا بنعملها دي، ده بيخلي بيحافظ على ضوافرك وبيقويها بيطولها. هما اوريدي بيبقوا عارفين التركيبات والنسب بتاعتها وكل ده، فده بالنسبه لي تحفه. انا هجرب. حلو بقى. في اخر حاجه معانا ايه؟ البلو شامر ده ممكن ناخد ده. اوكي. ده هيبقى لطيف بقى. استني. الله، انا بحب اجرب الحاجات اللي اوكي. ده زي جليتر كده او هايلايتر. اوكي اوكي. ده بيتحط بقى فين؟ بيتحط على جسمنا.
اوكي. ممكن احطه على وشي، نحطه كهايلايتر. انا مش هحطه عشان الميك اب ماشي، لكن هو انا جربته كده على ايدك، حطها جسم لوكس. اه حلو قوي. عارفه ده ينفع في ايه؟ الساحل، البحر. اه طبعا طبعا. الميك اب النزول، الصور يهان بقى يا جماعه، بدل ما بنقعد نحط هايلايتر قد كده، هي بامب واحده من ده هتبقى كفايه بالظبط وخطيره. وكمان انا عايزه لك حاجه، هو مكوناته هو برده فيه فيتامين اي وفيه زيت جوجوبا، ما هيرطب وانت اوريدي شكلك حلو وجلوي بقى وبتلمعي. انا اكتر حاجه عجباني بس في الشركه دي ان هم كل برودكت طبيعيه، يعني انا حاسه ان مفيش نسبه كيميكال باي شكل من الاشكال، لا كل المواد المستخدمه في تصنيع منتجاتهم طبيعيه، زيوت وفيتامينات. هم مركزين قوي على زيت الجوجوبا. انا اصلا لما كنت بتكلم معاهم عشان اعرف اكتر عن البرودكت، لاقيه ان كل المنتجات اللي عندهم فيها زيت جوجوبا وشيا باتر، يعني زبده شيا، ده وده، والاثنين دول اكتر حاجه اصلا بترطب الجسم نعومه بالظبط، يعني طبيعيه، مفيش اي يعني ممكن تستخدميها في اي، مفيش اي مشاكل. كل يوم كل يوم المفروض ان احنا نستخدم ده، روتين اليومي من جلو باي. جلو باي ماشي، يعني انا هستعمل جلو باي وننصح اي حد. بس عايزين ننوه على حاجه، ان احنا ممكن نطلب البرودكت دي من خلال الويب سايت بتاعهم او الصفحات اللي هتنزل على الشاشه دلوقتي. خلونا بقى نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والنهارده بقى معانا فقره هي فاشن وحلوه قوي. اكتر حاجه البنات بتحبها هي اللبس، رايحين جايين في البيت بره البيت، مناسبه في التخرج، في حفله، في كل حاجه محتاجين اللبس. النهارده معانا براند فامور، هو براند حلو قوي لان هي بتعمل حاجات سيمبل بسيطه جدا وبتليق على اي مناسبه عندك وتقدري تلبسيها في كل حته. معانا النهارده فاطمه مصطفى منورانا من براند فامور. ايه الاخبار؟ كله تمام. ايه الحاجات الحلوه دي؟ النهارده لابسه من البراند صح؟ حلو جدا، هي عجباني من اول ما دخلت اصلا. لا حلو قوي، منورانا. الاول بقى عايزين نعرف مين هي فاطمه وايه هو براند فامور. ماشي، انا اسمي فاطمه مصطفى، عندي 25 سنه. اوكي. درست بزنس، يعني اتخرجت من بزنس اف يو اي، واخده دبلومه في سكول اوف فاشن مانجمنت، وحاليا بدرس في ايطاليان فاشن اكاديمي. حلوه قوي، شاطره جدا. حلو جدا. بتدرسي، درستي اوريدي فاشن؟ يعني قربت اتخرج يعني بعد البزنس أكاديمي. هي اوريدي بدات تدرس الموضوع دراسه تانية. بس مش مجرد بقى براند لا. وانا بعمل حاجه وبجرب او بقلد، لا انت دارسه الموضوع وعارفه. وانا بعد ما اتخرجت قررت ان انا اخلي الموضوع مور بروفيشنال اكتر. أوكي. ان انا ابقى عارفه كل حاجه في البراند بتحصل ازاي. طب انت الموضوع معاكي بدا ازاي؟ يعني منين جات لك فكره ان انا هعمل براند فامور؟ بصي، هو مش فكره، هو يعني ده كان شغفي قوي من زمان. اوكي. فانا من وانت صغيره؟ بالظبط، كنت بحب قوي ان هو اروح لما ماما تيجي تروح مثلا للخياط او كده، احب انا اروح اتفرج بقى هو بيعمل ايه وكده. حلو قوي. وبعدين قررت ان انا في ثالثه ثانوي بعد ما اخلص ان شاء الله يعني ابدا بقى ان انا اخد بقى كورس باترون وكده واعمل حاجات بايدي. تحفه. كنت بعمل حاجات بقى واروح بقى الجامعه وكده. تحفه. لا برافو عليك. ايه اكتر جداً. ايه اكتر حاجه صعبه في مجال الفاشن او التفصيل بقى وزي ما تقولي الباترون وخطوات، ايه اكتر حاجه صعبه؟ الباترون. الباترون ماشي. الرسمه تحديدا نفسها. اشوف اول بقى ستايل معانا. يلا بينا. واو واو، تحفه. ده الريب دريس. اوكي. بصي، هو انا عامه في البراند كنت حابه ان انا اعمل حاجات ريدي تو وير، فانا كنت حابه ان انا اعمل حاجه تكون شكلها شيك واقدر البسها وسهله وفي نفس الوقت اقدر البسها اكتر من طريقه. اوكي. الموديل بتاعته ايه؟ القماشه بتاعته ايه؟ ريب، اللي هي ريب اللي هو من بره. تحفه. اوكي. ده ممكن اصلا إيه؟ ده في منه ست الوان. ست الوان. ايه بقى؟ البني والبيج والاسود والجنزاري واللايت جرين اللي هو اخضر فاتح و انا بحب قوي. انا متخيله الاسود واللايت جرين الفاتح ده حلو. انت الاسود مثلا تحفه. انا برضو البني على الموديل قمر. انت عارفه ان هو اصلا ممكن شكله يتغير خالص باكسسوارز عريضه عند الصدر او لو ملبوس عليه. أيوة. او لو حطيتي حزام او البسي بشكل ظهر مثلا. بصي مش حاسه الحزام قوي عشان هو اوريدي في مربوط من ورا، في مربوط. لا، هي الاكسسوارز على الدريس ده، ده ممكن اصلا يبقى سواري بالليل. عارفه مع ستايل الحجاب الجديد زي لفه فاطمه ده يبقى خطير. طب قولي لي انت الديزاين اصلا بتعمليه ازاي؟
يعني الفكره نفسها بتجيلك ازاي؟ يعني عامه بشوف مثلا ايه اللي ممكن يكون طالع مثلا ترند الفتره دي واخده انا وابدا انا احط فيه بقى افكار وكده يعني. بتحطي روحك والوان بقى يعني. بحب اغير في الالوان يعني، ما بحبش مثلا ان انا ابقى شخص تقليدي كده يعني. دلوقتي لو انا واحده عايزه تعمل براند زي فامور، عايزه اعمل براند زي فاطمه، براند يكون فاشن وحلو بقى وانا اطلع فيه افكاري وابداعي، ايه اول حاجه تنصحيها بيها في المجال الفاشن؟ اولا ابقى فاهمه المجال ده عامل ازاي يعني. انا ما ينفعش ابقى كده اللي هو حاجه بتجيب لي فلوس وخلاص، فاهماني؟ لازم ابقى فاهمه كل البروسس كلها بتعمل ازاي يعني. ابقى فاهمه الباترون بتعمل ازاي، الخياطه بتعمل ازاي، حوار يعني الباترون ده لوحده اصلا لازم فيه تفاصيل كده، لو طلع فيها غلطه بيبان قوي في شكل الحاجه في الاخر. انا مقتنعه بده 100%. أوكي. فانا لازم ابقى عارفه كل حاجه بتتعمل ازاي علشان ابقى عارفه انا بعدين هعمل ايه، فاهماني؟ بس كده. حلو جدا. احنا معانا بقى الطقم الثاني، موديل جاهزه. واو الله. واو. ده اللي انت لابساه صح كده؟ بس اللون ده خطير يعني، حسيته مختلف عن اللي انت لابساه عشان هي حلوه قوي. ده حاجه واضحه ان عامله اربع الوان مختلفين عن بعض يعني. لا اللون مديله روح ثانيه خالص. انت واخده بالك ان ساره لما لبست الاكسسوارز دي في ايديها حسيتي ان هو اتنقل لحته ثانيه؟ انا حاسه ان انا ممكن يا اما اروح بصورين يا اما بالليل يا اما الصبح على البحر. ايوه صورين خروجه ده او ده اللي هو انا لابسه تحتي توب عادي وفاتحاه وهي هي قافلاه، فاهماني؟ في يعني ممكن هي تلبسه بطريقه انا البسه بطريقه. لا واللفه دي برده حلوه، ممكن برده تعملي اللفه دي الرابطه. هي إيه عاملاها في يونكه، ممكن نعملها على ورا، ممكن نعملها بكذا. أيوة حلوه قوي. الوانه ايه قلتي لي؟ اللون ده اللي هو الليمون والبيبي بلو والبينك وعامله بيربل الموف. الموف اكتر الوان جريئه يعني، وكمان موجوده كتير يعني، فاهماني؟ طب فاطمه احنا الاسعار بتاعتنا بتبقى فرنج ايه يعني؟ انا عارفه ان اسعارك كل البنات تقدر ان هي تشتريها. وانا كنت حابه ان الاسعار بتاعتي تبقى افوردبل، ان هو اي حد يقدر يشتريها. هو انا اول ما بدات في كوليكشن رمضان كان الموضوع شويه غالي شويه، لان الماتيريال بتاعت رمضان بتبقى يعني غاليه كده كده. بس فانا الاسعار بتاعتي بالنسبه للماتيريال اللي انا بعملها بحب انقي احسن نوع ماتيريال وكده. انت اللي بتنزلي تختاري يا فاطمه بايدك؟ بنزل اشوف القماش وانقي واشوف ايه احسن ماتيريال واجيبها. طيب خلينا نشوف بقى الموديل بالسات دي. واو الله حلوه قوي، تحفه. السات دي يعني هتفضل موضه في كل السنين، في كل السنين. يا اولد ماني ستايل يعني، هي تتلبس على كل حاجه. هي عامله بقى عن القماشه، بصي هي برضو كتان اوكي بس صيفي. فكره السوت دي ان انا كنت حابه انها تبقى تنفع مثلا اقدر البسها كاجوال واقدر البسها فورمال او سيمي فورمال. اوكي يعني مثلا البلت اللي هي حاطاه الحزام اقدر ان انا احطه فيبقى مثلا فيبقى فورمال. يعني على هيلز كمان خلاص. اوكي حلو قوي. كاجوال عادي جدا وينفع للجامعه، خفيف جدا للجامعه وينفع للشغل وينفع فورمال كمان اللي بتروح دروس كتير او كده يعني مثلا ثانويه عامه او كده. خفيف جدا عليهم. لا لطيف قوي، حلو قوي، مريح. طيب بمناسبه ان ده اخر حاجه معانا في الكوليكشن الصيفي، انت اكيد محضره حاجه لكوليكشن الشتوي وحاساكي مخبيه حاجات كده. عايزين بقى نتكلم عن الحاجات اللي انت مخبيها. ممكن تحرقي حته قد كده كده. بصي هو انا حاليا شغاله على ان انا بشوف ايه الماتيريالز اللي هتبقى مثلا طالعه ترند الفتره الجايه. اوكي وبحاول اجمع بقى افكار ان انا اطلع يعني مثلا لو هعمل مثلا قطع قليله بس تبقى بقى فيها فكره حلوه جدا. أوكي. زي الصيف كده انت قطعه واحده في الشتاء ممكن تلبسيها على اكتر من حاجه. ايوه بالظبط. لا فامورا ان شاء الله كوليكشن الشتوي ينزل بتقوله. ما تدينا تايم امتى مثلا يعني؟ يعني هو غششي الناس كده. ما هو الفكره في التصنيع بياخد مني وقت، فانا أوكي. عشان انزله على الشتوي ممكن مثلا على شهر 11 يعني. اوكي حلو قوي. بس انا لسه اوريدي في بدايه انا الشتوي. اول واحده مستنيه كوليكشن الشتوي ده. انا متخيله هيبقى في حاجه تحفه. لا ان شاء الله هيبقى حلو قوي. براند فامورا هو براند اونلاين. احنا دلوقتي هننزل التواصل البيج بتاعتك كل التفاصيل، لو اي حد حابب يطلب هتلاقوا الصفحه دلوقتي على الشاشه فامورا بتوصلي لكل حته. لا هو انا دلوقتي حاليا بوصل يعني شغاله اونلاين بس. اوكي ان شاء الله قدام هيبقى في ويب سايت وان شاء الله هيبقى في ستور برضه. ان شاء الله احنا اول ناس جايين الستور ده ان شاء الله. بتوصلي لكل حته عادي في مصر صح كده؟ اي حد حابب يشتري
من البراند. البيج دلوقتي كانت على الشاشه هتتعرض فيها كل حاجه، كل جديد حتى في الشتاء، كولكشن تاني لو صيفي او كل حاجه، يشتروا اللي هم عايزينه. صح كده؟ تحظرت. اخر حاجه بقى ديسكاونت اللي هي واشترتها. اللي هي واشترتها الناس بقى اللي جايين البرنامج ده كام في الميه؟ كام في كام حاجه؟ والله ببلاش لي روح امرسي يعني. اوكي وعدينا كده ان اي حد يجي من برنامج هي واشترتها هيبقى ليه ديسكاونت. ايوه هيبقى ليه 20% اوف. 20% على الاسعار اللي هي اوريدي كل البنات تقدر تشتريها، اللي هي اصلا اسعار حلوه. ما 20% بقى للناس اللي تبعنا ما ايه هنشتري ونلبس. أيوة. بقى بعد الحلقه نشوف الموضوع ده، نخلص الحلقه ونقوم نشوف الموضوع. ايوه حلوه قوي بجد. بشكرك جدا يا فاطمه وبشكرك على الحاجات الحلوه دي، وحقيقي نتمنى نشوفك مره تانية، ونتمنى بقى في الشتاء تطلعي معانا في حاجات متاكده تكون مختلفه. انا مبسوطه جدا والله انا كنت معاكم النهارده بجد. احنا المبسوطين بيكي، نورتينا فيها واشتريتها، وكنا عايزين نوجه رساله من خلالك ان مش مهم ان انت يبقى عندك هوايه على قد ما مهم ان انت تنميها. زي مثلا فاطمه بتحب ديزاين وكل حاجه وهي هوايه عندها، ولكن فاطمة اشتغلت على نفسها وبدأت ان هي تدرس ده عشان تطلع الحاجات التحفة اللي احنا شفناها. فدايما اي واحدة فينا عندها هواية او عندها شغف ناحية حاجة ما توقفش على ده، وتكمل وتطور من نفسها، تاخد كورسات وتتعلم مرة واثنين وثلاثة عشان تبقى اشطر واحدة وتبقى معانا فهي واشترتها. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. فقرتنا دلوقتي حلوة ولذيذة وفيها بنوتات صغيرة أمارات. النهاردة احنا عايزين نتكلم عن حاجة بتهم كل الأمهات، خصوصا في وقت دخول المدارس ووقت الصيف، كمان مع البنات اللي بيبقى شعرها كيرلي أو فتلة شعرها ممكن تبقى مش ألطف حاجة. فالأمهات هنا دايما بتدور على حلول ازاي البنوتي تبقى دايما شكلها حلو، ازاي دايما شعرها شكله مهندم ولطيف كمان عشان الموضوع ما يأثرش على نفسيتها. فاحنا دلوقتي معانا حد كان معانا الحلقة اللي فاتت وكلكم حبيتوه قوي 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 وبعتوا كتير سألتونا عليه. جيجي عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ أمارات 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 بجد. بناتك صح؟ زي القمر. اسمهم ايه؟ ميليسيا وميرا. ميليسيا أمارات أمارات بجد. وجيجي راستا من الحلقة اللي فاتت شفنا قد إيه ردود الأفعال كانت حلوة، والناس كلها أصلا بتحب قوي الحاجات دي، حابين يجربوا الألوان الجديدة والأحمر والبيربل والألوان دي كلنا بنحب إن احنا نجربها. عايزين كده نعرف يعني سريعا كده عن جيجي راستا، عنك أنت كده كلمتين قبل ما نخش في موضوعنا. أنا بركب راستا وبعمل تركيب كيرلي زي ده كده. الله. بيتلم بقى زي يتلم يتساب، تنزلي البحر البول بيه عادي ما فيش اي مشكله. اوكي. لو واحده محجبه ينفع تحت الحجاب. حلوه قوي. مش بيضايق خالص. في هنا ستايل تاني دي راستا مشاط. اوكي. راستا ايه؟ مشاط. مشاط. يعني بمعنى بتبقى راستا بتبقى في الجدر كده خطوط. اوكي. وفيها كمان اكسسوارز. اكسسوري. حلوة قوي دي، حسب بقى ما الواحد يختار الاكسسوار اللي هو عايزه. اوكي. في منها بقى طويل كل الالوان زي ما انت تختاري اللي انت عايزاه. في ستايلات بقى كتير منها. اوكي. تختاري طول الالوان كل حاجه. كل حاجه وفي كذا ستايل، يعني ممكن نلم ده عادي ونرفعه وده الحصان بس. اوكي حلو قوي. طيب ايه اكتر ستايل ترندي دلوقتي في الاطفال؟ الكيرلي والراستا. اوكي زي ميليسيا. الاثنين دول حلوه قوي. طب انا عايزه اعرف لو انا الام وعايزه اعمل حاجه مناسبه شويه لدخول المدارس مثلا الفتره اللي جايه، اعمل ايه؟ الراسته بقى العاديه خالص اللي هي الراسته الضفاير. الضفاير العاديه دي. أوكي. حلوه قوي للمدارس. دي اكتر حاجه مناسبه للمدارس. وبتقعد 3 شهور. 3 شهور. طب ده حلو. يعني ممكن يرتاحوا جدا. بترتاحي طبعا بالذات لو بنوته شعرها افريقي شويه. اوكي. بيبقى صعب وبيبقى فيه تنمر على البنت شويه في المدرسه. فالراجل يعني دلوقتي طلع موضه والله. بالظبط الكيرلي دلوقتي ده كله اصلا ده اللي شعره ناعم دلوقتي عايز يخلي شعره. ما انت عارفه بقى البنات بقى لما تنمر على بعض فالراسته بتنفع قوي. اوكي حلو. بس حلو ان الامهات عندهم حاجه تبقى سريعه وحاجه كمان تقعدي بيها 3 شهور الترم كله عامله لبنوتك
الستايل هتقعد بيه طول فتره المدرسه، تغسليه عادي، تنام بيه، تهتم بس بيه زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت. عايزين برضه نفكر نفكر الناس ازاي بنهتم بال بال بالشعر. الكيرلي بنجيب بخاخه تمام، بنحط فيها ميه، وبعد كده بنجيب سيرم ونسلك الشعر عادي جدا. بنسلكه بيبقى نفس الستايل كده اهو. يا خلاص يا حبيبتي قمر باينة على الشاشه. بتعملي بقى الالوان اللي انت عايزاها واللوك اللي انت عايزاه. طيب فروه الاطفال بتبقى غير فروه الناس الكبيره طبعا. اوكي، فهل الرسته او التركيب الشعر مش بيأثر عليها؟ لا لا، هم بتبقوا اضعف مع كل يعني الطفله ليها طريقه تركيب غير الكبيره. اوكي، زي ايه مثلا؟ يشرحها لنا شويه. يعني وانا بضفر من تحت، مش بضفر جامد، بسيطه بسيطه جدا، بحيث ان تبقى ملمومه بس فروه راسي او ما تلعبش او تقول لا لا بخلي بالي. اوكي حلوه. طب بالنسبه مثلا للاطفال متعبين شويه يعني متعبين حتى ان هم يقعدوا او تعرفي تحكمي فيهم ازاي؟ ده بيجروا بالظبط، بيجروا بيتحركوا كتير ازاي؟ مثلا اي حاجه تطمنيها لو انت جاتلك او حاجه تسيطري على الموضوع ده ازاي؟ انا معايا اطفال، بحاول بقى ايه واحده واحده، كيكه، الحاجات دي برضو بتلهي فيها الاطفال شويه. اوكي، لغايه ما يثبتوا معاكي، وطول ما انت بتحبي الطفل اللي قدامك هيحس نفسه ان هو ايه يعني هيقعد او مبسوط ومش بيزهق. مثلا بتقعدي مع الاطفال قد يعني؟ انا عارفه الكبار افرج مثلا 3 ساعات. الاطفال اقل. والله اقل عشان ما يزهقوش. وكمان انت تقولي مش بتمسكي قوي فروه الراس بتاعتها، مش بتشديها قوي؟ لا، فبيبقى اسهل في العمايل وفي الوقت. اسهل واسهل للبنوته نفسها. حلو قوي، تحفه. لا الحوار حلو جدا وسهل على الامهات ان هم يجيبوا بناتهم ويعملوا. طب انا عايزه اعرف حاجه دلوقتي، الاطفال محيرين شويه في ذوقهم، هل بتاخدي رايهم؟ يعني البنوته طبعا هي اللي اختارت اللوك بتاع شعرها ده؟ طبعا بخليهم ياخدوا، هم اللي بيختاروا. هي اللي اختارت الامر ده؟ يختاروا يعني حياتي. انا بديها كذا لون وهي تختاري، او انت اختاري اللون من دولت عشان يبقى ليها شخصيه. طبعا حلو قوي ده، برافو. صح جدا، برضه البنوته هي اللي اختارت برضه الستايل بتاعها. هو لايق عليها، حلو قوي. الطفل كل ما يختار اللون هيحس ان هو جميل. اوكي، صح. مرتاح نفسيا، وان انا عندي شخصيه بقى، انا اللي بختار شعري وبختار لوني. لا، وفي حاجه كمان ان هي بادئه من بدري، يعني صغنطوطه هي بادئه من بدري، انا عارفه انا ايه هيليق عليا، ايه هيخلي شكلي حلو، هيخليني مثلا مميزه وسط اصحابي. معناها حاسه ان هي عارفه طفله لسه مش مدركه ده بشكل كافي، ولكن لا برضه مخليها عماله تلعب، عارفه انا عارفه ان انا شعري حلو دلوقتي، انا عارفه ان انا قمبله دلوقتي، عماله ايه؟ ايوه البنات برضو بنات حلوه قوي، صغيرين وهم كبار بيتهموا بشكلهم وبجمالهم، وانا شيك وانا عامله لون معين جميل قوي. قمر قوي ما شاء الله، خطيره. لا الموضوع مختلف. وبرضو كنت عايزه اعرف منك في كذا ماتيريال طبعا تستخدميها. اوكي، لو انا بقى واحده، احنا اتكلمنا قبل كده عن الماتيريال، لو انا واحده شفنا الفرق ما بينهم، عايزه اعرف ازاي اختار لو انا رايحه اشتري من مكان تاني غير راستا جيجي، عايز اعرف ازاي ما يضحكش عليا. هاتي هاتي دول هاتي يوم هاتي ده وهاتي اللي جنب البنات. اوكي اهو، حلوه قوي دول، ماشي. اوكي، ازاي بقى نعرف دول كده واحنا في ده؟ هما دول ثلاث انواع مختلفه؟ لا ده واحد زي بعض. اوكي ماشي، ده مطفي اهو، اللون ده مطفي. اللون ده مطفي، ماشي. اللون ده بيلمع شويه، تحس ان هو بلاستيك. اللي ده ده هو الفيك او اللي مش حقيقي ده فيه، لكن التاني باين ان هو طبيعي اكتر. ده باين ان هو طبيعي، ده اللي بيتسرح. اوكي، يتعمل مكوى، بيتغسل، ما فيهوش اي تنزلي بيه البحر والميه والشوارع، ولا يعمل ريحه ولا اي حاجه. حلوه قوي، حلوه قوي، يعني تحسي ان هو طبيعي جدا، مش بيوجع، مش بيعمل حساسيه. في شعر بيعمل حساسيه. جيجي، طب انت افرج الاسعار عندك قد ايه؟ السعر حسب الشعر اللي انت تختاريه. يعني لو انا عايزه اعمل حاجه شيك كده، حاجه بشعر طبيعي وباينه ان هي شعري، مش باينه ان هي بحاجه فيك او حاجه شكلها مش حلو، في حاجه اسمها فوليوم وفي حاجه اسمها عادي. اوكي، ده احنا بنحدده لما انت تشوفي لي انت عايزه ايه اللون. اوكي، الطول برضو ده بيختلف طبعا،
بس طبعا. الرينج بتاعي بيبقى اقل من اي رينج يعني. انا عشان الصفحه بتاعتي انت اكتر حد مشهور يا جيجي، انا عارفه الموضوع، انت على جوجل حتى انت اول حد بيطلع. ايوه فدي حاجه ما شاء الله. دي عشان انا شغاله من زمان يعني، انا بقالي 12 سنه كتير قوي. كتير قوي. انت مصدر ثقه. اول واحده اول واحده في مصر مصريه تشتغل رسته وتركيب. طب بصي يا جيجي، ادي مارسيليا الشهر اتفضلي العبي بقى انت براحتك كده، قبل انا ما استغل ماما في حاجه. اوكي لا انت راح عادي هنا. جيجي عايز استغلك بقى في حاجه، عايزين اوفرز حلو كده لكل متابعين هي وشطارتها، واوفرز تاني للماميز اللي هيجيبوا بناتهم يعملوا راسته عشان دخول المدارس. هنعمل اوفر على الكيرلي 10% لاي حد هيجي من طرف هي وشطارتها. اوكي تمام. وعلى الراسته 20%. حلوه قوي 20% يا جماعه البنوتات بتوع المدارس كلهم. الارقام هي تلاقيها نازله دلوقتي على الشاشه. تمام. اي حد حابب يعمل يتواصل معاكي، وانت هو يجيلك او انت تروحي له بتظبطوا مع بعض. تمام. خصم 20% هي شطارتها. احنا اول ناس نستغل الموضوع ده. الحلقه الجايه هتلاقونا بدفاير وبحاجات كده. بجد احنا مشكورين جدا، والوقت معاكي حقيقي ما بيخلصش، وكل مره بننبهر بالبنات وبالالوان وبالحاجات اللي عايزين احنا كمان نجرب ونعمل زيك. مبسوطين قوي بشطارتكم. بشكرك قوي يا دودو. وان شاء الله اشوفكم تاني في حلقات تانيه، ونعمل بقى توبكس مختلفه ونتكلم والوان، واحنا بقى كمان نبقى عملنا بنفسنا وشفتوها علينا كده حاجات مختلفه مجنونه. بشكركم جدا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من هي شطارتها.